المحنة تمر على في أقرب وقت. هذه مناسبة باش نحيي بحرارة المجهودات المبذولة من قبل السلطات العمومية بقيادة رشيدة من صاحب الجلالة، مختلف هذه الإجراءات قاسية قوية لكنها ضرورية، وهي اللي غتمكن مننا نحدو من الأثار ديال هذا الوباء الخطير اللي هو الكورونا. وهذه مناسبة باش نحاولوا نمتثلوا جميع، الدولة كتعمل بقوة بشفافية، نمتثلوا جميع القرارات المتخذة ونلزموا البيت ديالنا. إلا كتبغي بلادك بقى في دارك، إلا كنبغيو بلادنا نبقاو في دارنا، ونحاولوا أننا نواجهوا هذا الوباء وننتصروا عليه إن شاء الله في أقرب وقت ممكن.